معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إخوتي وأخواتي، إن إصلاح الأبدان صنو إصلاح الأديان، والإنسان محتاج إلى العلاج وقد أمر به، وبين الله سبحانه وتعالى فضل إحياء النفس الواحدة، فقال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المرضى ويرشد إلى كثير من العلاجات المفيدة، وقد جاء أيضا عدد من الإشارات الطبية في القرآن كذكر العلاج بعسل النحل الذي قال الله فيه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكالتداوي بالقرآن الذي قال الله فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشفية أمتي في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. وكذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعالج بكثير من المواد، منها مثلا الحبة السوداء قال فيها: شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وكذلك زمزم قال فيه: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك القسط الهندي أو الكست الهندي، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على التعالج به وذكر فائدته في العلاج. وكذلك التلبينة التي ذكر أنها تذهب بعض الحزن، وغير ذلك من الأمور الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي، وكان يمارس ذلك بنفسه، فقد عالج عددا من الناس إما بوصف هذه الأمور، كالرجل الأنصاري الذي أتاه فأخبر أن أخاه قد استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فجاء فقال: إنه لم ينتفع، فقال: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه، ثم جاء فذكر أنه لم ينتفع، فقال: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ. وهكذا، والطب فيه تضحية وبذل، وهو صفة إنسانية تقتضي رقة ورحمة ورأفة، وكل ذلك محبوب لدى الله سبحانه وتعالى. فالناس عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا شك أن من يهتم بحال الضعفة والمساكين والمرضى في حال ضعفهم يتقرب إلى الله بذلك، فإنه تقرب إليه بما ينال به رضاه، وبما هو أرجى من غيره من كثير من الأعمال. فما تعدى نفعه أفضل مما قصر، كما اتفق عليه أهل العلم. وقد كان الطب معروفا في الحضارات السابقة للإسلام، وكان أيضا معروفا في الحضارة العربية، فاشتهر أطباء مشاهير في الجاهلية وفي صدر الإسلام. ومن الصحابة بعض الأطباء الذين عرفوا بالعلاج، وكذلك من التابعين اشتهر أطباء وممن بعدهم، واشتهر من العلماء أيضا بعض من يمارس مهنة الطب، وكان له في ذلك أثر كبير. والطب في هذا الزمان لم يعد كالطب في الأزمان السابقة، فقد تطور وأصبح أمرا دقيقا ومعتمدا على فحوص لم تكن موجودة كالأشعة التي لم تكتشف سابقا، وأصبحت الجراحة بالخصوص أيضا متطورة،
وسواء جراحة العظام أو جراحة البطن أو جراحة المخ وغير ذلك من أنواع الجراحات النافعة. فأصبح من العلوم المتعينة فهو فرض كفاية. وإذا وجد أن في بلد معين إنسان معين هو الذي يصلح له وحده تعين عليه. وفرض الكفاية مختلف في فضله، هل هو أفضل من فرض العين أو هو مساو له. وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: فرض الكفاية مهم يقصد، ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني، ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المشهور. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعض ممارس الطب، فقد حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من تمر. وقد شجع بعض الأطباء أيضا على ما فعلوا وبذلوا. فذلك كله دليل على أهمية الطب في حياة الناس، وأنه من الضرورات التي تستباح بها المحظورات. ومن هذه المحظورات كشف العورات عند الضرورة لذلك بالنسبة للأطباء، ومن ذلك أيضا بتر بعض الأعضاء ونحو ذلك من الأمور التي هي في الأصل جناية ولكنها في الطب علاج لا بد منه. والفقهاء درسوا قضية ضمان الطبيب، فالطبيب الماهر الذي شهد له بالطب قديما ولم تكن عندهم شهادات ولا تخصص لا يضمن السراية إذا عالج فسر المرض أو أدى علاجه إلى الهلاك فإنه لا يضمن. أما المتطبب الذي ليس طبيبا في الواقع وليس له شهادة ولم يشهد له خبرة، نعم فهذا يضمن سرايته ويضمن جنايته. ومن ذلك ما يتعلق بالختان وغيره من السنن التي لا يمكن أن تقام إلا بجراحة طبية. فهذه درسها الفقهاء وأكثر الكلام فيها. والغريب في هذا الأمر ما يذكره الناس عن الإمام بن داود الظاهري. وهذا الإمام كان حدثا صغير السن حاد الذهن ذكيا، وقد برز في شتى العلوم وبالأخص في المناظرات، فكان لا يناظر أحدا إلا ظهر عليه. وكان يوما في درس فكأنه أعجبه إتقانه للدرس وتشقيقه له وإحاطته به، فلما أنهاه خاطبه رجل فقير كبير السن يلبس مرقعة من طرف المجلس، فقال: أحسنت يا فتى، اسأل عما بدالك. نعم، هذا الفقير. نعم نعم، قال له هذا وهو أراد أن يربيه وأن يخاف عليه من العجب والكبر. نعم، فقال: لا أسألك إلا عن الحجامة ازدراء واحتقارا، لأنه يرى أن هذا. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الكلام عن الحجامة، فذكر اشتقاق الكلمة ومباحثها اللغوية، وذكر تاريخ الحجامة في الأمم السابقة، وذكر مواضع الحجامة من البدن والفرق بين الحجامة والفصد وما ينتفع به من الحجامة. ثم ذكر ما يتعلق بها من أحكام، أولا في الطهارة، طهارة ما بين الشرطات والقدر المعفو عنه من الدم، وإذا هم كانوا يمصون الدم القرن البقرة هو الذي يحجمون به فيمصونه، فربما وصل شيء من الدم إلى الجوف الحلق. نعم، فذلك معفو عنه. فذكر هذا الكلام، ثم ذكر قضية الحجامة، هل هي ناقضة للوضوء وهل هي مفسدة للصوم، وذكر الأحاديث الواردة في هذا وعللها والكلام فيها. وأيضا حاول الجمع بين حديث كسب الحجام خبيث وبين حديث أبي طيبة حين حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعا من تمر. نعم، وأطال في هذا وشقق، فعجب الناس له. نعم، فبكى ابن أبي داود بكاء شديدا
سبحان الله، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى الله، وعلم أنه إنما أرسل إليه ليعرفه قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر.